ستروغانوف أطيب شيء ممكن نسويه، صلصة للزوكيني، للنودل، للرز. ملعقتين زيت زيتون على حرارة متوسطة، حبتين هيل وشوية ورق غار، ولحمة، لحمة خروف مقطعة، وأخليهم لحتى يستووا. هيك اللحمة صارت جاهزة، أشيلها وأحطها على طرف. على نفس المقلاة ونفس الزيت أضيف زبدة، فطر مقطع، بصل أخضر مقطع أضيفه على الفطر وأحرك شي دقيقتين. التوابل ملح، بابريكا، ثوم بودرة، روزماري وزعتر وفلفل أسود، أحركهم كمان. أضيف كمان شوية زبدة، أضيف ثوم مهروس وأحرك شي دقيقتين ثلاثة. برجع اللحمة عليها وأحركها. كوب مرقة اللحم، كوب كريمة، وكوب كريمة حامضة، أحركهم لحتى يتسبكوا لمدة ربع ساعة وخالصين.